على قاعة الثقافة برعاية السيد محمد فتاح محمد مدير عام المديرية العامة للثقافة والفنون والرياضة والشباب في السليمانية. وتم خلال المهرجان عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة والقصائد واللوحات التشكيلية. من جهتهم طالب الفنانون والإعلاميون بأن يتم رعاية مثل هكذا مهرجانات من قبل الحكومة لدعم الفنان والمبدع العراقي. نتمنى أن تأخذ المؤسسة رعاية خاصة من وزارة الثقافة وأن يكون لها دعم لتستمر بهذا المنهج أو بهذا الإطار حتى تكون الاحتفاءات القادمة أوسع وأشمل. السليمانية تهدي تحياتها لعاصمة الثقافة العراقية بغداد، وعلى أمل أنه تتوطد علاقاتنا أكثر فأكثر، وأن لا تكون هذه المشروع أول وآخر مشروع بين مؤسسة عيون وأدباء ومثقفي السليمانية. شاركت بقصيدة أيضا وبأعمال تشكيلية، وكان التكريم بالنسبة لي جائزة أخرى أضيفت إلى جائزتي. شكرا لعيون وشكرا لجميع من شارك، شكرا لقناة الفيحاء التي دائما ما تبدع في لقاءاتنا. شكرا لكم، أنا سعيدة لمنح هذه الجائزة. شكرا لمؤسسة عيون والمديرية العامة للثقافة والفنون والرياضة في السليمانية. نتمنى أن تستمر كتشجيع للفنانين. أرحب بالفيحاء بهذا المهرجان الذي حضروه، واحتراما لعشرين مبدع. نشكر مؤسسة عيون حضورها من بغداد إلى هنا. ولدورها في نشر السلام ودعوتها الدائمة للتعايش السلمي والتآخي بين كل أطياف الشعب العراقي، قدمت مؤسسة عيون جائزة خاصة لقناة الفيحاء الفضائية، وهي جائزة رحلة السلام، بالإضافة إلى شهادة تقديرية للقناة متمثلة بمديرها العام الدكتور محمد الطائي. طبعا أنا جيت أستلم الجائزة نيابة عن الدكتور محمد الطائي مدير عام قناة الفيحاء الفضائية وكل العاملين بقناة الفيحاء الفضائية. الجائزة المقدمة لقناة الفيحاء الفضائية عن دورها بنشر السلام ونشر التآخي والدعوة إلى التعايش.